البداية كان اتصالا هاتفيا تلقته سيدة أفاد اختطاف زوجها مالك محل للمجهولات الذهبية ومطالبتها بإحضار كمية من المجهولات الذهبية من المحل ملكه كشرط لإطلاق سراحه. كلمني من تليفون سأل على الولاد ولقيت بعد كده واحد بيدخل في المكالمة بيقول لي انت ست عاقلة واحنا اللي هنطلبه منك انت لازم تنفذيه، احنا عايزين حاجات من جوزك، ذهب من جوزك من عنده في المحل وهنبعت لك مفاتيح الخزن اللي معاه وانت اللي تنزلي دلوقتي تجيبيها لنا. على الفور تم تشكيل فريق بحث من مديريات أمن القاهرة تتبع الخيوط وأجرى التحريات اللازمة وجمع المعلومات من خلال فحص كاميرات المراقبة واستخدام التقنيات الحديثة لتحديد الجناه وخط سيرهم، واستطاع تحديد مكان اختطاف المجني عليه أثناء خروجه بسيارته من أحد الجراجات عقب انتهاء عمله بمحله والمكان الذي تم اقتياده إليه لإجراء عملية المساومة. وفي أقل من 24 ساعة نجح فريق البحث في تحديد الجناه ومكان اختبائهم وتم استهدافهم وضبطهم، كما تم تحرير المختطف سالما. والمباحث لما جت هي اللي أنقذتني، أنا كنت المفروض أن أنا شفت الموت بعناية، والمباحث لقيت لقيت كتيبة كبيرة حوالي بتاع 30 واحد جم هم اللي شالوا الكمام من على عناية وشالوا الفيز اللي في إيدي، وبجد معجزة من عند ربنا ان هلاقيهم موجودين في الوقت اللي انا كنت المفروض ان انا هموت فيه. موضوع الخطف دوت كان بدأ لما جارتي ابتدت تعرض عليا الفكرة وتقول لي يعني ممكن نخطف صاحب المحل ونقضي بفدية. عارفين هو بيركن عربيته فين، بيخلص شغل الساعة 8 للمغرب وبينزل ياخدها من الجراج، طبنا عليه في العربية بتاعته، حاولنا نفهم معاه ما نفعش، رحنا مساومينه وخدناه في عربيتنا، كان في شقة صفاء مأجراها خدناه وضربناه وكتفناه ورحنا بيه على الشقة وسبناه هناك. وبضبط الجناه وتحرير المختطف يسدى للستار عن تلك الواقعة، ولتؤكد أجهزة وزارة الداخلية يقظتها وقدرتها على فك ألغاز الجرائم سريعا وضبط مرتكبيها. في أقل من 24 ساعة رجعت لبيتي وعيالي اللي أنا ما كنتش متخيل إن أنا هشوفهم تاني في خلال 24 ساعة، أنا ما كنتش متخيل، يعني أنا لما شفتهم حسيت إن ردت فيا الروح تاني.